الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في الله أكبر 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 ولله الحمد. إن لكل قوم عيدا وعيدنا اليوم أهل الإسلام، فهنيئا لكم بعيدكم وهنيئا لكم بربكم وهنيئا لكم بكتابكم وهنيئا لكم برسولكم، هنيئا لكم بهذا الدين القيم الذي ما أنزل الله عز وجل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هنيئا لكم برسولكم فهو النبي الأعظم الذي أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا، أشرف الخلق، سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم ولا فخر كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لكم بهذا العيد، فإن الله عز وجل هو الذي اصطفاه واختاره لنا، فلا توجد شرعة ولا يوجد دين أرضي يقتبس بعيده من السماء إلا الإسلام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان اللذان تلعبان فيهما؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال إن الله أبدلكم بهما يومين، إن الله إذا الله عز وجل هو الذي اختار
الأضحى ويوم الفطر، هذان فقط هما أعياد المسلمين. فليس في الإسلام أعياد لميلاد ولا لانتصار جيوش وأجناد ولا لمولد أي شخص مهما علا، لا أعياد في الإسلام إلا ما شرعه الله عز وجل. والأعياد من أعظم شعائر الدين، عيدان عند أولي النهى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غدي، الفطر والأضحى، الفطر والأضحى، وكل سواهما على غير هدي محمد. إن الله عز وجل أرسل رسوله على حين فترة من الرسل، فجاء في جاهلية جهلاء وسط أمة وثنية لا تعرف لها دينا ولا تعرف لها ربا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من قبل ربه، فيقف على جبل الصفا وينادي في العشاء والحجيج: يا بني عبد شمس، ويا بني عبد مناف، ويا بني فلان، ويا بني فلان، قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، فهو سماكم المسلمين من قبل، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. المسلمون فقط هم أتباع أنبياء الله عز وجل، هم الذين نصروا الله عز وجل، هم الذين لم يشركوا بالله عز وجل شيئا. ولذلك فطر الله عز وجل هذه الأمة وجعلها أمة شاهدة على الأمم، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفطر هذه الأمة على سواها من الأمم، وبين صلى الله وأعطاها سبحانه وتعالى منحا من عنده، منحة منها القدر، أيام رمضان، أيام معدودات، خسر فيها من خسر وربح فيها من ربح. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما تنتهي أيام رمضان يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وكان عبد الله بن مسعود أيضا يقول: من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول تهانينا لك، وأيها المحروم جبل الله كسرك. من هذا المقبول الذي قبل قيامه وقبلت صلاته وقبل ركوعه وسجوده؟ من هذا المقبول الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ من هذا المقبول فنهنيه أنه قد قبل عمله. ويقول ابن عمر: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لفرحت بقدوم الموت كما يفرح الأهل بقدوم الغائب، لقول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن هذا المحروم؟ من هذا المحروم الذي حرم الخير كله؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: آمين آمين آمين. فلما سئل عن ذلك قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ
قبلة؟ قل آمين. فقلت آمين. فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ أترك والديه أو إحداهما ولم يدخلاه الجنة؟ قل آمين. فقلت آمين. فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. قل آمين. فقلت آمين. تعس وخاب عبد أدرك رمضان فلم يبال بصيامه ولم يبال بقيامه وأخذ يقلم بصره فيما حرم الله عز وجل ويقضي وقته في معصية الله عز وجل. متى ستتوب إذا لم تتب في رمضان؟ ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يقفل باب التوبة بل فتحه على مصراعيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها فالتوبة مفتوحة. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فباب التوبة مفتوح ولا نحتاج إلى سكوت غفران ولا إلى كراسي اعتراف إنما تلجأ لفاطر الأرض والسماوات ترفع يديك إلهي يا عظيم العفو عفوا لما أسلفت في زمن الشباب فقد سودت في الآثام وجها ذليلا خاضعا لك في التراب. فبيض بحسن العفو وجهي وسامحني وخفف من عذابي. يقبل الله عز وجل توبتك ويقبل دعاءك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون إن يوم الفطر إنما هو فرح للمسلمين وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يروى عن ابن عباس وهذا الأثر لو صح وهذا الأثر لو صح عن ابن عباس لكان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى عنه أنه قال إذا كان يوم الفطر تهبط الملائكة إلى الأرض ثم يقفون على أفواه السكك وينادون خلق الله يسمع الخلق كلهم إلا الجن والإنس يقولون يا بني آدم اخرجوا إلى رب عظيم يغفر الزلل ويعطي العظيم من الأجر. ثم إذا بهم إذا برز المصلون إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته ماذا تقولون في رجل وفى عمله عمل عمله فيقولون يا إلهنا وسيدنا إنما يوفى جزاؤه فيقول فإني أشهدكم أني قد أحللت على الصائمين والقائمين مغفرتي ورضواني ارجعوا مغفورة لكم ذنوبكم وجلالي ما سألتوني في جمعكم هذا لآخرتكم شيئا إلا أعطيتكم وما سألتوني لدنياكم إلا نظرت لكم. فهو يوم الجائزة اليوم الذي تعتق فيه رقاب الصائمين من النار. ولذلك كان يوم عيد ويوم فرح شرعت فيه البهجة وشرعت فيه البسمة حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على عائشة ومعها جاريتان صغيرتان تنشدان بيوم بعاد
فذهب النبي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم، فإذا بأبي بكر يدخل على عائشة وينهرها ويقول أمسماء الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن الله عز وجل من حكمته أن جعل الطاعات موصلة إلى بعضها، فقد أوصلتنا الأيام المعدودات إلى أشهر معلومات، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من أمته أن تجبر العوج الذي تم في رمضان، وأن تجبر الزلل الذي حدث من اللغو والرفث في أثناء الصيام، فإذا به يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فرمضان بعشرة أشهر، ثم هذه الستة بمثابة شهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان ثم إكماله بعد ذلك بصيام ست من شوال يعدل صيام الدهر. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولم يعط هذا الفضل لأمة من الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يقصرن أحدكم بعد أن أطاع الله عز وجل. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل الأمة يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يصلي في رمضان فترك الصلاة بعده، ويا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يصوم في رمضان فترك الصيام بعده، ويا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك القيام بعده، ويا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقرأ القرآن في رمضان فهجر القرآن بعده، ويا أمة الله لا تكون مثل فلانة، كانت محجبة في رمضان فخلعت حجابها بعده، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة من أمة، حافظوا على صلواتكم وعلى شعائر دينكم، واعلموا أن الله عز وجل هو رب رمضان ورب الشهور كلها. وكن عبدا رمضانيا، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اعبدوا الله عز وجل وحافظوا على شعائر دينكم، واعلموا أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم
زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأله سبحانه وتعالى ونستعيذ به من الحوض بعد الكور. وليكن شعارنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون إن الله عز وجل شرع لنا الفرحة والبسمة في أيام العيد وشرع لنا الفسحة على الأهل والأولاد، ولكن الله عز وجل لم يطلب منا أن نتغافل عن إخواننا الذين لم يعرفوا حتى الآن عيدا كما نعرفه. أنت تجلس بين زوجك وأولادك ووالدك ووالدتك وإخوانك وهم مشردون في بقاع الأرض يعلم الله عز وجل حالهم. فإذا كنت ستفرح في العيد فلا تنسى إخوانك أن تدعو لهم في ظهر الغيب أن يرفع الله عز وجل عنهم البلاء. لن تفعل شيئا لن تفعل وسأسألك الله ماذا فعلت لهم؟ ماذا كانت نصرتك؟ أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. فكم من مسجد فكم من مسلم أمسى أسيرا ومسلمة لا حرم سليم. وكم من مسجد جعلوه نورا وفي محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل من عوارضه المشيب. إذا كنت لا تستطيع نصرتهم بمال ولا ببدن فما عليك إلا أن تدعو الله في السحر وفي أوقات الإجابة أن يرفع الله عز وجل عن هذه الأمة المنكوبة أن يرفع عنها البلاء وأن يعزها وأن ينصر المستضعفين منها. ثم إن هناك أيتاما ليس لهم أب حنون ولا أم رؤوم امسح على جناح هؤلاء اليتامى. وهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون أمي صلاة العيد حالت أين والدنا الحنون إنا توطأنا كعادتنا وعند الباب أمي واقفون ظرفت إني في أسى واغرقت منها العيون. العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم كفيل. هؤلاء لابد أن تدخل البسمة عليهم ولابد أن ندخل السرور عليهم. ونفر المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منكم. وإني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون إذا كان نصر الله عز وجل قد تأخر عنا فلنعلم أن ما أصابنا إنما هو من عند أنفسنا وما أصاب إلا إنما هو من عند أنفسنا. أولما أصابت
تبعد عن شرك الله عز وجل أن تتحاكم إلى شرع الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فحكموا شرع الله عز وجل في بيوتكم وفي أنفسكم، يقم حكم الله عز وجل عليكم. واحذروا أيها الإخوة المسلمون، احذروا من البدع التي أصبحت تنتشر في بلاد المسلمين. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الابتداع في الدين، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. واعلموا أن شرع الله عز وجل قد كمل حسب ما عليه يهود. وقف رجل يهودي يخاطب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: وأي آية تلك؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حافظوا على صلاتكم فإن ترك الصلاة كفر، فأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. العهد الذي بيننا وبينهم يعني المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيتها المسلمة حافظي على حجابك وغيظي به أعداء الله، هؤلاء الذين يحاربون العفة ويريدون تجفيف منابعها في بلداننا وفي بلدان العالم. إذا وقفت المسلمة متحجبة متفطرة تغيظ مأجورة عند الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، وصنفان من أهل النار. لم أرهما رجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. احذر الافتتان بالروافض الشيعة أعداء الله عز وجل، ولا يغرنكم الكلمات الرنانة والعبارات البراقة التي تخرج من قادتهم كنصر الله وغيرهم وغير فهؤلاء هم أعداء الله عز وجل. هؤلاء يتهمون القرآن بأنه محرف، الطبرسي إمامهم له مؤلف سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، يقولون بتكفير صحابة رسول الله إلا خمسة أو سبعة دعاؤهم المفضل الذي هو أعظم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: اللهم العن صنم القريش، يريدون بهما أبا بكر وعمر أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. يقولون: اللهم العن صنم القريش وجبتيهما وطاغوتيهما والعن بنتيهما وهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما. هؤلاء الذين يجزون المتعة بالنساء مقابل الأجور، هؤلاء الذين يقتلون المسلمين السنة ولا يرقبون في أحد منهم إلا ولا ذمة، كما في العراق وكما في إيران وغيرها. احذروا الإفتتان لأن لهم الآن كلمات تنتشر على أيدي بعض الكتبة في الكتب وفي الصحف والمجلات. أيها الإخوة المسلمون، احذروا الفتاوى المعلمة التي تظهر صباح مساء من أصحاب العمائل وغيرهم، كفتوى بول النبي صلى الله عليه وسلم، وفتوى من قال إن أحدا من البشر مات أو مرض
عندما يسب احد من الناس يقال يقام حد القذف. حد القذف على ماذا؟ اذا كنت قد ابطلت الحدود وقلت واعطيت للناس ان الاحكام مطبقة، فلماذا الان تطالب بشيء لم يوافقك عليه احد؟ ثم كذلك من يقول ان البنوك ليست ربا، هذا ضال ومضل. البنوك باجماع علماء المسلمين الاموال التي تدخر فيها وفوائدها اموال ربوية، والله عز وجل قد حرم الربا بل اذن بحرب منه، وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ايها الاخوه المسلمون، ان هذا اليوم عيد، فوزعوا فيه على انفسكم ووزعوا فيه على اولادكم، واعلموا ان هذا اليوم هو يوم الجائزه، يوم من الله عز وجل جعل الملح ربانيه لعباده الصائمين. فلتذكروا الله عز وجل فيه كثيرا ولتكبروه فيه بكره واصيله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. يقول القرطبي: تكبروا الله على ما هداكم وضل فيه غيركم من النصارى، فلا يعلمون عيدا من الله وانتم قد علمتم عيدكم انه من عند الله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فاشكروا الله عز وجل على ان خلقكم مؤمنين مسلمين موحدين، لم يخلقكم تعبدون صنما ولا حجرا ولا تعبدون بشرا، فهذا محض فضل من الله عز وجل. فارفع يديك الى السماء واشكر ربك على هذه النعمة، وكفى بنعمة الاسلام نعمة. ثم بعد ذلك من اتى من طريق فليخالف هذا الطريق، ولا يذهبن احد الى المقابر، فهذه بدعة ابتدعها الناس. فالعيد ليس للاحزان وانما العيد للافراح. ولا تكونوا متشائمين في اعيادكم كحالة ذلك الرجل الذي كان يقول: عيد باية حال عدت يا عيد، لذا مضى ام بامر فيك تجديد، اما الاحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيبا دونها بدو. لا، لسنا متشائمين، ولكن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد افلح من تزكى، اي ادى زكاة فطره وذكر اسم ربه فصلى، اي صلى صلاة العيد. فاشكروا الله عز وجل على ان هداكم، ولا تنتكسوا على اعقابكم وتنتكسوا بعد ايمانكم، فثلاثة من كن فيه وجد بان حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا في الله، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وسنين مديدة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرت، ولا عينا إلا سترت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ميتا إلا رحمت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.